بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، عايزين نعرف المعلم بيمثل إيه في حياتك؟ المعلم مش مجرد هو بيشرح لنا مادة، لا ده أنا ساعات كنت بروح دروس عشان أنا بحب المدرس ده، وهو مجرد هو مش بس مدرس، هو أب لينا وساعات أخ وساعات بنصحنا في حاجات بره التعليم وكده. المعلم له دور أساسي في تنمية المجتمع. المعلم هو أساساً هو أول حاجة ممكن يخليك أنت تحب المادة أو ممكن تكرهها. في مدرس ممكن يحببك في مادة أنت مش حاببها، وفي مدرس العكس أنت تبقى حابب مادة هو يكرهك فيها. مين أكتر مدرس أثر في حياتك وأنت صغير؟ لن أنسى في حياتي رحمة الله عليه الأستاذ فهمي شعبان، ناظر مدرسة الناصرية في بين الصرايات، وهو يعني كان قدوة للأب وللمعلم وللصديق. الشخصية والأدب والاحترام والتعليم والقدوة وإزاي تعامل مع الناس برة. المعلم طبعا ده أساسي. المعلم طول ما هو مثقف هيثقف الفصل اللي هو فيه، طول ما هو المعلم متعلم يبقى هيدي دوره كامل متكامل من الناحية الثقافية والتعليمية. احكي لي عن مواقف شخصية مع مدرسين كانوا في حياتك وانت لسه في المدرسة. يعني صراحة أنا كنت بحب أغلب المدرسين بتوعي لأن هما كانوا يعني شخصيات كلهم كويسة، كانت قريبة من الواحد، بيقدروا يستوعبوك الأول، يعني هما كانوا بيعتبرونا أولادهم أو أصدقائهم أكتر من هما بيشايفين العلاقة كمدرس وطالب ما بيننا وما بين بعض. يعني كل مدرس أضاف لي حاجة في شخصيتي ولحد دلوقتي ما زلت أتذكرهم. يعني مثلا أنا عن نفسي مثلا مادة الإنجليزي مثلا كان سبب رئيسي للمدرس بتاعي، مثلا بجانب إن أنا كنت بحبه جدا كمادة علمية، لا علمني الالتزام، كنت بغيب كتير قوي من المدرسة، حببني في المدرسة جدا. أنا كنت وأنا طالب في الإعدادي كان في موضوع إنشاء أغار من قلبي إذا هام للقياك، فأنت المنى والروح فكيف أنساك. كتبت هذه العبارات في كراسة الإنشاء فلقيته بيضربني، بيديني علقة، يضربني ويقول لي أنساك إني بشوق، هو أنت طلعت لسه من البيضة عشان تقول هذا الكلام؟ أنا لو كنت مكانه وأنا في هذا السن يعني كنت بالعكس، كنت أنا كرمت هذا الشخص. أكتر مدرسة أثرت فيا كانت مدرسة الإنجليش، فضلت معاها من سنة ستة ابتدائي لحد تالتة ثانوي، كانت اسمها ميس نانيس، دي أكتر حد كانت إفكتيف ليا. أقول لهم ألف شكر ليكم اللي أنتوا علمتونا وطلعتونا أجيال كويسة محترمة. تقولي إيه للمدرسين بتوعك؟ أقول له شكرا إن هو علمني وخلاني يعني كده فبقيت فاهمة وبيعلمني الصح ما بين الغلط. اللي توفى أقول له الله يرحمه ويحسن إليه، واللي عايش أقول له ربنا يجازيه خير على اللي أنت قدمته للطلبة زي اللي كان في دفعتي. أحب أقول لهم يعني كل سنة وأنتم طيبين في الأول، وربنا يكرمكم في إن أنتم تعلموا أولادنا المزيد من الدروس ومزيد من النجاح.